ماذا وراء الأقوال العدائية لهدف تجاه إقليم كردستان؟ يعرف الجميع أن هجوم فراخي هو هجوم على كيان إقليم كردستان ووجوده سوى طرفين، فلهما اعتقاد مغاير، الطرف الأول دولة تركيا والثاني حزب الشعوب الديمقراطي هدفا، وكلاهما يحاولان ربط المسألة بالكرد. ففي الوقت الذي ترى فيه الدولة التركية بأنه هجوم إرهابي يحمل هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني بدك بالوقوف وراءه، ففي تركيا لم تتهم أي أحزاب المعارضة أكب بالوقوف وراء هجوم فراخي، فهي تعرف جيدا أن اتهام أكبة هو بمعنى اتهام الحكومة التركية، وهي تهمة عظيمة بالنسبة لهم. فتبنت أحزاب المعارضة موقف الصمت تجاه الحدث، في حين اتهمت بعضها بكك بالوقوف وراء الحدث تبنيا لموقف أكبة، فلم يمارسوا أي ضغوطات على الحكومة التركية بتصريحات مناوئة منددة، كون الأمر يعارض أسسهم القومية وأن قوميتهم هي المتضررة الرئيسية من كافة الجوانب لدى تبنيهم لموقف كهذا، بخلاف الأحزاب التي تمارس دور المعارضة في كردستان، فهي تتحين الفرص لاتهام حكومة إقليم كردستان تجاه أي حدث جرى. وللأسف الشديد فهدف والذي يعتبر نفسه حزبا كرديا وعلى نقيض جميع الأحزاب اتهم حكومة إقليم كردستان تحت غطاء اتهامه للبارتي، وهذا ما يخدم الدولة التركية ويعارض الأسس القومية والوطنية للكرد بلا شك. والحق أننا لا نهاب هجمات الدولة التركية على الكرد، فتركيا تحارب الكرد منذ أكثر من قرن، بل مكمن الخطر هو هدف والذي يهاجم الكرد وهو يتقمص الزي الكردي، فهدف أصبحت خنجرا مسموما في ظهر الكرد وباسم الكرد ومتقمصة الزي الكردي، فتم قصف باراخي. الهجوم كان ضربة قاسمة لإقليم كردستان، فالهجوم خلف جرحا عميقا في جسد إقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا. رغم هذا هاجم هدف إقليم كردستان بداية، فحملت مجموعة تقودها برلمانية هدف لولاية ديوان معزز أورهان لافتة كتبت عليها القاتل هو أكبا وبدكا. بعدها قال الرئيس المشترك السابق لهدف سيزاي تملي الحادث وقع بسبب البارتي، ليتعقبه حديث نائبة الأمين العام لهدف تولايها ديموغلاري لتقول البارتي مهد الطريق أمام العملية. ونضيف نحن بالإضافة لهذه المعلومات، فسيزاي تملي وتولايها ديموغلاري ليسوا كردا بل هم أتراك يساريون، وأن تولايها ديموغلاري كانت الرئيسة المشتركة السابقة لحزب التحرير الاشتراكي لليساريين الأتراك. نحن ننظر إلى المشهد من جميع الزوايا، فإقليم كردستان هو الخاسر بلا شك، ورغم هذا يتم اتهامه بالجرم. نعم لا تنظر لهدف الذي يتهم البارتي بالمسؤول عن الحادث، فهدف بنظامه الفكري وبارادغما قائم على معاداه اقليم كردستان، فهو الناطق باسم الدوله التركيه، وما يجمعهم من اسس مشتركه هو عداوتهم المشتركه وعدم تقبلهم للحكومه الفيدراليه لاقليم كردستان. نعم هذا صحيح، ولهذا تم تاسيس هدف اصلا، فمن لا يعرف كيف تاسس هدف لا يفهم لغايه اليوم كيف ولماذا برز هدف ضد البارتي خارجا. نعم هذه هي الحقيقه، فدوله التركيه والباك تقودان القوى المناوئة المعادية للكرد وكل ما يتعلق باستقلالهم، فالباكيكا أيضا تصف علم كردستان بأنه علم البارتي، كما تقول الدولة التركية عن إقليم كردستان شمالي العراق، والقوتان ما زالتا ترفضان حقيقة أن الكرد أصبحوا كيانا فيدراليا مشروعا في شخص البارتي. وهنا وبتنسيق وتعاون مشترك بين هاتين القوتين تركيا وباكيكا تم تأسيس هدف، فمن وضع حجر الأساس الهدف وما شخص جلانها كان في ذلك في 15 تشرين الأول عام 2012 في إمرالي. ولسنا وحدنا من يقول هذا، فعبد الله أوجلان نفسه ووزير الداخلية التركي الأسبق بشير أتالاي هما أيضا يعترفان بهذا ويصرحان به، وهذا ما تحدث به أوجلان شخصيا للوفد الذي التقى به في 14 نيسان عام 2013، والذي ضم باروين بولدان وسري ثريا أوندر، حيث قالا يقول أوجلان بأنه التقى بوفد المخابرات التركي أميد لتأسيس هدف هدك، واتفق مع وفد الميد أن يكون هدف حزبا يساريا، وهذا الكلام موثق بالأدلة، أي أن أوجلان ومستشار ميت هاكان فيدان قررا أن يكون هدف خليطا لليسار التركي، فوجود اليساريين الأتراك بين الحركات الكردية محل شك وارتياب. فعد بعض الشخصيات التركية المستقيمة لم يكن وجود اليساريين الأتراك بين الحركات الكردية منذ عام 1970 ولغاية اليوم إلا تمثيلا للمخابرات التركية والدولة العميقة فيها. ولو نظرتم للنضال 40
نعم لكردستان تركيا لرأيتم هذا الشيء واضحا وجليا. فوزير الداخلية التركي آنذاك بشير أتلاي قال في 14 من تموز عام 2012 المخابرات التركية ميت أسست هدبة، وهو أتلاي نفسه الذي قال في 30 حزيران عام 2015 فعلا كانت هناك انتقادات حول هدبة، لكننا أعطيناه دورا فعالا ومؤثرا في العملية السياسية ومكناه. نعم، فدون رؤيتكم لهذه الحقيقة لن تستطيعوا القول بأن الكرد يصوتون لهدبة وأنه حزب الكرد. نعم، ففي صفوفي كرد وطنيون ومخلصون، وفيها من الكرد من تعرض للظلم ولاقى شتى صنوف التعذيب، وفيه كرد شرفاء، غير أن الحزب لا يديره الكرد الوطنيون. فإدارة هدبة استولى عليها أشخاص تابعون للبكك والمخابرات التركية، وهم أصحاب القرار ومرجعه. نعم، يعتقل من يحمل أدنى قيم الوطنية والقومية في صفوف هدبة ويهربون من جميع الجهات، بينما وكلاء اليسار التركي أمثال تولاي هاتيموغلاري وسوراثريا أوندر إلى آخره يجلسون مرتاحين. وغير هؤلاء هناك أيضا بكاكة الأمثال دراية تاشير، علي جان أونلو، طيب تمل، فاطمة كورتولان وفلك ناس أوجا، ينتقلون من إسطنبول وأنقرة إلى السليمانية ناقلين رسائل بين الباكك وهدفة، يلتقون بصبر أوك وباسي هوسان وينقلون تعليمات لهدفة في أنقرة. رغم ذلك هم يجلسون مرتاحين. فيا ترى لماذا يقتل شاب من آمد بالرصاص لترديده شعارات، بينما هؤلاء لا يعتقلون حتى؟ بمعنى أن الباكك وميت يقرران معا من يجب أن يسجن ومن يحق له التمتع بالحرية. نعم، فالباكك وميت أسس هدف معا، ووكلت إليه مهمة إبعاد الكرد في تركيا عن المطالبة بحكمهم الذاتي والاستقلال وإدخالهم في دوامة مشروع ديمقراطية تركيا. ولهذا دائما ما يقف موقف المهاجم المعتدي على البارتي وبيشمركة كردستان وحكومة الأقليم، ولهذا أيضا يهاجم بهذا القدر من الانحطاط واللا أخلاق على القيم الوطنية والقومية للكرد. ولهذا وفي الوقت الذي يئن فيه إقليم كردستان من جرحه الذي لم يندمل نتيجة مجزرة بارخي، نظم هدف تظاهرة ضد البارتي والبارزان وتهجم فيها على إقليم كردستان بوضع إدانة الاحتلال التركي وشجبه،